يعني القنوات الثلاث الواضحة الناصعة المجدية، قناة الكون تفكر، قناة أفعال الله نظر، قناة القرآن الكريم تدبر. أثمن شيء بالحياة أن تعرف الله أولاً، وأن تتمتع بصحة ثانياً، وأن تملك ما يغطي نفقاتك. لذلك من أصبح منكم آمناً في سربه، في بيته يعني، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها.